أوجه الشعب المصري إلى مراكز الإقراء للتصويت على الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ ثورة 2011. وكان هناك مرشحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد موسى مصطفى موسى. وقد ساعدت الهيئة التي أنشئت بناء على دستور 2014 هيئة مستقلة للانتخابات في وضع لمسات لهذه الانتخابات، حيث أن الدولة تمر بوضع إمرجنسي، بوضع حالة طوارئ، فإن الانتخابات مرت على هذه الشاكلة وكان التوافق مع وهم موجود. Following an invitation from the governments and the National Election Agency of the البرلمان الأفريقي ومن السادة السفراء المحتمدين لدى الاتحاد الأفريقي، وكذلك من منظمات المجتمع المدني ومن المستقلين العاملين في حمل الانتخابات في أفريقيا، تم إرسال أديان المراقبة الأفريقية إلى 10 محافظات، وفي يوم 26 مارس وقامت هذه الأديان بالمراقبة منذ ذلك الوقت إلى انتهاء الانتخابات.